ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده الفيديوهات هو النهارده في 4 فيديوهات، اوكي، حاجه زي ديب ويب كده، اوكي. اللي بعت لي الفيديوهات دي برضو نفس الشخصيه اللي بعتت لي الفيديوهات دي، المره دي 4. ما علينا، اسم الفيديوهات كده عشوائيات الراب المصري. وانا شايف اول فيديو ظاهر لي فيه ويجز، فخلينا نبدا على طول ونخش على الفيديو. ليتس جو. انا مش عارف ليه بعض. ليتس جو. بجد نفسي كارول سماح يوم من الايام تعرف ان انا عايش على الكوكب. لا 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 لا. احنا هنهزر مع بعض. احنا هنهزر مع بعض. التراك خرا ولا ايه؟ وانا مش اللي هو الناس اللي بتسال ما عندهاش راي بتسال دي. بص انا اصلا هعمل لك بلوك، انا مش عايزك اصلا تسمعني. انت لا شيء يلا، ولا انت لا شيء يلا. في ايه؟ في ايه؟ فعلا في ايه؟ في ايه؟ اول حاجه باك جراوند الموجود، انا حاسس ان هو ملوش لازمه تقريبا. هو حاطط باك جراوند عشان الكوبي رايت، لان فيسبوك بقت تاخد كوبي رايت برضه هي كمان، اوكي. ودي حاجة منرفزاني، لان كنت عايز انزل الفيديو قبل ما ابدا اليوتيوب، او كنت ابتديت. كان اول فيديو انا عملته رياكت كان بعد كهرب بتاعت مروان موسى، وكان اندر جراوند هو اللي خلاني اصلا ابدا ان انا اعمل رياكت على الراب، اوكي. بعت لي كم وعملت ليست وبتاع، ومن هنا بدات اعمل رياكت، لكن هي القناه ما كانتش على رياكت على الراب، اوكي، عشان نكون واضح. فالباك جراوند فكنت المفروض انزل فيديو ما نزلش، فتقريبا هو عامل كده، مع ان برضو انا مضايقاني فيديو، اوكي، مع ان الفيديوهات اللي قبل كده ما كانش فيه، ممكن مش عارف بصراحه. ما علينا. صحيح، دايما في بيبقى في زي بيت ورايا باك جراوند، اوكي. انا هحط اللينك بتاعه في الديسكربشن، اوكي، لو حد عايز يستعمله في فيديو او اي حاجه، او يسبورت الشخص ده لو حس ان هو الشخص ده فعلا هو اسمه معاذ، اوكي، هو بلاش اقول شخص، اوكي. لو حد عايز سبورت، اوكي، هو شخص يعني بتعامل معايا تقريبا يوميا، بتكلم معايا يوميا، اوكي، من الاشخاص اللذيذه اللي قابلتها في الفتره دي، اوكي، على اليوتيوب وكده. ما علينا، خلينا نكمل على طول الفيديو. خلينا نكمل. في ايه؟ انت حيوي، انت ما بتحسش بيه. انت حيوي يلا، ولا انت لا شيء يلا. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انت حيوي، انت ما بتحسش. ويجز روحه حلوة، تحس ان هو مش عارف، تحس ان اشخاص اللي روحها حلوة. مروان بابلو يلا يا رجل يلا. هي كلمة مروان بابلو، ليه مروان بابلو؟ هي فعلا كان في الفيديو ده مرة واحد بحار جاله صداع، خد قرصان بنادول. واحد بيقول نفسي اشم بطك. ايه يا اسطى الترجيع؟ شميت احلى. انا صحيت لقيت الدنيا متغيرة. امبارح ما كانش كده الوضع. في حاجة، في ايه؟ الواد جو فسا. انا مش سامع، الباك جراوند مضايقني، مش سامع ولا الواد جو. يا مستواك يا ابيو. لا اصل الكلمات ضعيفه، كلمات ضعيفه. انت عايز كلمات قويه، فاهم؟ عايز، مش فاهم، عايز يعني الكلمات دي انت بتاخدها البوس ولا بتاع؟ زريبة. قول ماي نيجز في الزريبة. ايه وسع كده ولخت الكوم. خد المركب على البيهيني. هاف فن. برو هاف فن ازاي وفي ورا ام البتاع؟ انت حاطط باك جراوند زي ما علينا، خلينا نخش على طول على الفيديو التاني. ليتس جو. الجزء التاني ربنا يستر ما يكونش فيه الباك جراوند. بطل الهزار ده يا احمد، هتحرق. احمد هتحرق يا احمد. احمد لا. هابي بيرثداي يا ملك. ماشي، ببطل ومكتئب وجايين تقول لي هابي بيرثداي. مش عارف ايه ده. هيسمع بيكا بقى ومش عارف فراوله عليها سكر لباني ولا كريمه لباني. لا انا زيزو 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 باك جراوند يا زيزو، ارحمني.
عايز اعرف هما بيقول ايه ولا بيتكلموا في ايه. مش اتكلم فيها دي اول اربع مرات اللي هو مش فاكر هو كان ايه اول اربع مرات في عشرين. انا افتح الشباك بس اصل انا وجمهوري اتخانقنا. لوب بقى ولفه بقى ويكس هو صحيح. يبقى اعرفهم يلا انت غيرت اسمك من زوكا لزوك شيليه يلا. كلمش كلم حد يكلم كلم حد يكلم حد يكلمه كلمنيش انا دايركت على طول محدش يكلمني. سمحت الانا مركزه منين؟ شكرا. فعلا انا وجمهوري بنقرا مجله دلوقتي. انا وجمهوري بنقرا اوكي بوش لاين ميتافور بنبدا بالداخل بنبدا دوب صوب بنبدا دي زي ده صوب تاني كلمتين بقى من الاخر عشان نقطع بقى نجيب من الاخر بقى. حبيبنا الحلبسه ما بتتشربش بشاليمو. انا مش عارف اكلم الباك جراوند اللي مضايقاني بصراحه في الفيديوهات دي. اوكي انت مالكيش ذنب يعني بعت لي فيديوهات مالكيش ذنب خالص. اوكي شكرا انك بعت لي الفيديوهات على العموم يعني. بعدين خلينا نخش على طول على فيديو تالت. ربنا يا معلم بيتناكوا بقى ايه على الصبح كده يا ولاد الميتناك على الصبح كده. اوش ايوه انا عارف انا الفيديو ده ليه. اوش شيت Here we go again. عارف الصبح فعلا ده انا لما بصحى الصبح كلام على اللي بيتناكوا بقى ايه على الصبح كده يا ولاد الميتناك على الصبح كده. اه شيت Here we go again. انتوا ربنا اقسم بالله رزقكم يعني رزقكم بيا والله العظيم رزقكم. ثواني هو ده باتيستوتا عشان ال 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 التيشيرت بس باتيستوتا كان تقريبا العلامه دي بتاعت باتيستوتا صح؟ ابو صححولي ها والله العظيم ربنا رزقكم بيا. شيت هير وي كده بجاحه كده بنت متنكه بجاحه كده ده مهرجان ما فيهوش اي قلت لك ردك مات من عيلتك اصلا انت بابلو اللي جبت لنا الاشكال بنت دي الكلب دي بابلو احا طبعا انت بابلو اللي جبت لنا الاشكال بنت دي الكلب دي احا طبعا احا مولوتوف يا جدعان بيتكلم عن اسكندريه. جدعان اللي عايز يتحط في الليسته يعني حط في الليسته بس هو يخش يكتب اي حاجه بس مش اكتر. انت بتهزر ها؟ اعمل ريفرش هتلاقي التويتات اتمسحت بجد؟ هنشوف. احا اتمسح. ماشي في تويتات تانيه برضو مش جايه معادين ام سكه. يا اسطى صلبته خليته جيزس خالص. انا عملت ايه؟ لما خد لك البلوك حطه في تيزك ونام عليه عشان ما تتعبش. خد ونام كالسخت امريكا عدم اعدام فضوه محشي ينسحب اقصاد. الراب ده نهار اسود يا جدعان. يا جدعان بموت يا جدعان. احنا هنهزر مع بعض. اللعبه بتشيل وتنام. يا عليك يا بابلو. يا عليك يا بابلو. الاهتمام بيبان. الشغله دي مش هتبات واو على الدغري مفيش مجاملات واو كان اسمي طلبه لسه معاك واو طلع عايز بيت. ده بجد هنهزر احنا؟ اوكي ما اعتقد ديب ويب احسن على ما اعتقد. ما علينا خلينا نخش على طول على الفيديو الرابع. عشان انا ما خدتش فلوسي ايه اللي طلع الساعه كام؟ ما انا ما خدتش فلوسي. ده بص انت قلت من نظري على اساس ان انا كنت بقدم لك تواشيح. احنا هنهزر مع بعض. ده بجد هنهزر احنا؟ كلمتين بقى من الاخر عشان نقطع بقى. ليش بتكذب يا وليد؟ ما بتعرف انه حرام وعيب ومش من الاداب. الحلبسه ما بتتشربش بشاليمو انتهى. كل كذاب ما رح يبقى له اصحاب ما رح يبقى له اصحاب لا 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 تصمت. فاكر انك كده مستخبي جيبك يا ابن حبيبك. آه
بكره انا يلا يا عبد الله بكره انا البيتات اللي هي فيها سك 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 وتك تك 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 والجو ده بكره انا الحاجات دي فشخ. ما علينا ما علينا استنوا اجي في النص عشان ايه اوكي اوكي ده كان رياكت. يا رب يكون رياكت عجبكم، يا رب الفيديوهات عجبتكم. اوكي انا شخصيا الفيديوهات الاولانيه اللي هي بتاعت ديب ويب كانت عجباني اكتر، وحاسس ان الفيديوهات دي اللي هو نصها كانت في ديب ويب بصراحه عشان نكون صريحين. اوكي واللي بعتت لي الفيديوهات دي انت ما لكيش ذنب في اي حاجه، اوكي شكرا ليكي، ما لكيش اي ذنب لان زيزو هو السبب. اوكي هو اللي بوظ عكنن عليا الرياكت بالباك جراوند بتاعه فاهم. واخر حاجه باك جراوند اللي على طول شغاله او اللي انتوا سامعينها دلوقتي المفروض دي هتلاقوا اللينك بتاعها تحت. اوكي يا ريت سبورت لمعز. خلينا ننهي الفيديو على كده، اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد واقول لكم يلا تشوس.